إخوتي وأخواتي، مثل ما ذكرت يعني إحنا منتشبه بيسوع المسيح والثمر بيعكس. شوف بمن تتشبه، كل إنسان بيتبع القائد بتبعه. القائد بتبعنا فعلا مثال كامل. طب شو اللي بخلينا أأكد هذا الموضوع؟ شوف تخيل كل النبوات اللي تمت في يسوع المسيح، مين في شخصية بتتم في هذا العدد الكم الهائل من النبوات بحذافيرها بالتدقيق؟ بعدين شو اللي بيعطي المصداقية للرسالة المسيحية؟ القيامة. بالقيامة المسيح هزم الموت، هزم الشيطان، هزم القبر، وفعلا يعني أعطانا النصرة، وعارفين أنه إلنا رجاء القيامة، عايشين على هذا الرجاء. فالمؤمن بالمسيح مش خايف، لأنه عارف أنا مؤمن بالمسيح، أنا إلي حياة أبدية، هذا وعد المسيح. طب شو اللي بيثبت لي؟ ما في إشي حكى يسوع من غير ما يعمله. قال أنا هو خبز الحياة أشبع الآلاف، أنا هو نور العالم فتح عيون العمي، تكلم عن الطهارة والنقاوة، طهر وشفى البرص والإمرأة النازفة الدم، تحنن عليها ردلها اعتبارها. وسمعنا من أختنا مريم إنه كيف الرب رد اعتبار الرسول بطرس، إنه هذا المفروض يكون الليدر القائد اللي أنكر يسوع المسيح، ولكن برضو ردله اعتباراته.